ده انا دفري بمنطقه، وبعدين لازم يدفع ويكوع فيه عشان يحس بقيمتي ويحافظ عليا. ماينا مش خليتيني اصدق دفري. الواد تحت ايدي لو فلت مني ما يخصنيش. انت دارسه في امريكا وعارفه اللي تشوفه يا صابر. طبعا حاضر. طب استاذن بقى يا جماعه عشان عندي مصلحه، خدوا بالكم من غندور بدل ما يطير. نطيت من السور، دخلت من الشباك، ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايوه شو بدك مني؟ واحد شو؟ كنت عايز كارت واحد عشان انا نسيت الايميل بتاعي. اي من اين لك هذا؟ هبلغ عنك الاموال العامه يا سفله وهطلع شاهد ملك. يخرب بيتك شو مهضوم جدا جدا. انت مين قال لك؟ انت خويه الملاحظه. تعالي بقى نتساير. انت منين بقى ان شاء الله؟ انا من بيروت. ما شاء الله. اي بس قلي كتير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الانسان ايه غير مجموعه ايلولات؟ ايلول ماضي وايلول حاضر. تعالي بقى نايل شويه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حرانه زيي برضو؟ اشتقت لك. طيب انا اهو. ايه رايك؟ اتفضل يا باشا. في حياة الله يا باشا. القهوة اللي فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هناك. يا كوكا يا كوكا يا جوجل كوكا كوكا جوجل. يا دي البهجة اللي انت بيها دي، مقابلني بباريس. نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله الله، مالك رفعت كتافك كده ومحوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جتش موتة خالي. خالي خالي. ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عملية في بقي، وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. يعني الغلس عايش شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركة دي. جراجو قلبها. وريا. بجد وحشتك؟ وحشتني ايه؟ وحشتني دي ما تنفعش تعبر عن جوايا. بحب بكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا، ومن ساعه ما بعت الصور النار نار نار دي، وانا يا لهوي مش قادر مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعه ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا دي انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شحها في السجن، وانا عايز اعرف انت شقتها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانه. إلهيك حيبه مطرح ما هو قاعد، ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق بق بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده يا؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللوت ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر برايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ بنفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو. سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه. الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحبائي في الله نعمل بهذا التكليف؟ أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة، الأمانة ضاعت في الناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كلسة بيجي في سيرتك. إيه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟
بغض النظر على اللي بيننا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا انت مسيبني خطبه الجمعه عشان تقولي دماغك عجباني، وايه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروجي؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ على الاقل جابني ولا ايه؟ فتح السروجي عضو مجلس الشعب، ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني، هموت اعرف لغايه دلوقتي وحاطه ديكور ولا بيلعب عليه. مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى، بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني. فتح السروجي محتاجك في العمليه الجايه، عنده قطعه اثار عايز يهربها بره، انت عارف بقى دي ثروه قوميه ومال عام. وايه اللي مطلوب مني؟ تسلمهولي. ازاي وانا بالزرقاء؟ هقف جنبك يا باشا. انا اخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الاطول، اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحه جديده، وصفحه سوابقك دي هتبقى بيضه زي الفل، والثلاث سنين انت لابسهم دول هتعدي منهم. غالي والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانيه الا ثانيه. طول ما انت يا باشا في الخدمه، العبد لله في الخدمه. بس الزرقاء، بس جات لي معلومات ان فتح السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسه استئناف. بصير هنسيبك تهرب. اقصر. انا متعاون. وتفتكر يا باشا لما سلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتك تزعل. قوله وخلص. شريط اصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن، انا لازم اهرب بره مصر كلها. لو سمحت، لو سمحت، يا حرام. ماشي. انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد، هزار اتحول فجأة لجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد. انا حد اتحول فجأة لسبت، قصدي لحد. ماشي، خد عفر السيجارة دي. مسك نفسك يا ابني شويه. قول لي ايه حكايتك بقى؟ عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجه. كسرة النفس وحشه. اللي قدامك ده ناس خريج جامعه كامبريدج، شايف كامبريدج؟ وخدت منها درجه اكسلانس، اكسلانس، لانس، لانس، لانس. عداني ابن الجذبه، صدى الصوت. وقع في طريق انسان سميته صديق، اديته الامانه، الامانه. خان الامانه وخد اللي ورايا واللي قدامي. انا اللي عملت في نفسي كده. تصدق انا حبيتك انت. يو لاف مي. وهوقفك تاني على رجليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ صابر. شوف يا صابر، انا هخليك تعمل احلى مصلحه. هنا يا عمو. ده هنا بيحصل احلى مصالح. اهم حاجه تبقى حلال. طبعا حلال. بس المامور الجديد بقى منه ولا خالو سمير؟ خالو؟ خالو ازاي؟ اخو ماما. ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في لحمي في الستريت الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السنة. شوف يا صبر، انا هعمل معاك احلى مصلحه، مصلحه بمليون جنيه.